الأسباب التي يريدها علي الوردي في واحد من كتبه شخصية الفرد العراقي وفي صفحة 59 من الكراس يقول في العراق يعني ينسب الازدواج في الشخصية العراقية إلى هذا السبب. في العراق نجد أن الانحراف الجنسي هو بسبب الانفصال الفظيع ما بين الرجل والمرأة، ولهذا نجد أغلب أغانينا تخاطب الحبيب الذات، ذات الحبيب بصفة المذكر، الأمر الذي يندر أن نلاحظه في بلدان أخرى، وأغلب أشعارنا الغزلية نواسية نسبة إلى أبو نواس. وفي مكان آخر يتهم المجتمع العراقي، طبعا هو يقصد أن هذا الانحراف الجنسي، الازدواج في الشخصية العراقية مورده انحراف جنسي بطين مستوطن. هل هذا صحيح؟ خطأ. كيف؟ والدليل نعم، يعني هذه الظاهرة هي شرق أوسطية بامتياز، تبتدئ من أقصى المغرب وتنتهي بأقصى مدينة في الحجاز. هذا الانحراف الجنسي طبعاً. طبعاً الكبت مبني على يعني مسلمات عديدة، منها ما يسمى سطوة العشيرة، التخلف المجتمعي، التخلف الوعي. لكن أنا أذهب إلى قضية واحدة أيضاً، هو يقول في واحدة من مقولاته في هذا الكتاب نفسه، يقول أن العراقيون يقول لا يذهبون إلى التعازي أو إلى أداء شعار الحسينية إلا رغبة في مشاكسة البنات. أنا اختلافي مع أستاذي الكبير. شلون عيد لي؟ يقول على الورد يعني يذهبون إلى التعزية، إلى التعزية شعائر الحسينية طبعاً، مغازلة البنات طبعاً. هذا رأيي. بس هاي التعازي الآن أكو ذكوري وأكو أنوثي، يعني أكو لا لا دعني يعني وين قصده بالأماكن المقدسة؟ دعني أقول لك واحدة من المثالب التي أنا الفقير لوجه الله وجدتها في علي الورد. في علي الورد أنه لا يجوز تعميم الظاهرة الفردية لكي تكون قانونا يوسم به المجتمع. واحد يعني ربما نجد سين صاد، يعني أكو شكل من أشكال خل أسميه غياب الوعي أو ربما المراهقة، لا يجوز أن نعممها على هذا السلوك. اثنين، قضية ثانية وأنا طبعا مشتبك معاه، أنا لا أجد أن هناك عينات حقيقية يمكن القياس عليه طبعا. ولهذا مقولات أستاذي الكبير علي الوردي وقعت في منطقة فراغ خطيرة. أنه استخدم مقولات الأجانب، يعني بدءا من فرويد وانتهاءا بيونغ، واستطاع أن يقيسها على مجتمع بدائي، مجتمع بسيط، مجتمع فلاحي، مجتمع عدة تدين فطرة. أخطأ في تصويب الشخصية العراقية برأيي بصراحة؟ وأنا قلت وأقولها، قلها بجرأة الآن معي. علي الوردي، مقولات علي الوردي في كتبه الثلاث لا تصلح لقياس أو ربما توصيف الشخصية العراقية في الوقت الحالي.